يتحدثون عن الترويح المباح الذي يجوز للمسلم أن يتعاطاه، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هو النزح الخفيف الذي ليس فيه كذب، ليس فيه إساءة إلى أحد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. فالمزح الخفيف الذي فيه ترويح عن النفوس وإزالة للسأم لا بأس به، ما لم يصل إلى حد الإفراط أو يكون فيه تنقص لأحد أو فيه كذب. إذا صار فيه أحد هذه الأمور فإنه لا يجوز.